ماذا عن صندوق مخاطر المهن الطبية؟ كلمني عن هذا الصندوق اللي أنشأته وزارة الصحة، وقول لي إيه التعويضات اللي حيصرفها عاجلاً والمين؟ تمام. هو الصندوق المخاطر ده كان أحد التعديلات اللي اتعملت لقانون المهن الطبية في سبتمبر الماضي. أيوه. وكانت الفكرة منه أن يبقى فيه نوع من أنواع التعويضات لبعض المخاطر المهنية اللي بيواجهها الفريق الطبي. إلى وقتنا هذا الموارد كلها معظمها من دخل الأطباء، سواء من المهن الطبية أو الصناديق الأطباء. الحاجة الثانية، مش لغاية دلوقتي لا يوجد لائحة قد وصلت إلينا تفيد ما هو المعاش الذي سيصرف، ما هي المستحقات المالية والمعنوية والمادية التي قد تصرف من هذا الصندوق، تشكيله هيبقى عامل إزاي، الموارد بتاعته الثابتة اللي المفروض تستمر فترات طويلة، لأن طبعاً احنا ما بنتكلمش على أسر هتاخد دلوقتي مبلغ وبعد كده مش هيلاقوا اللي يكفيهم في السنوات القادمة، بنتكلم على حاجة مستمرة. وعلشان كده احنا تمسكنا، ولازم يبقى في جزء من موارد الصندوق تكون من الدولة، ما ينفعش تكون كلها على الرسوم الضئيلة اللي بتخصم من الأطباء، ومش كده ولا ايه؟ ده حقيقة ان الصندوق لازم يدعم بطريقة اكثر فاعلية. وعشان كده احنا لما كلمنا في قانون الشهيد، لان قانون الشهيد قانون ثابت وله موارد واضحة، والموارد دي تم زيادتها الشهر الماضي في مجلس النواب الحالي. ف ده اللي خلانا نطالب بيه، لان احنا كده عارفين قدامنا ايه، عارفين اللي هتاخده اسره الشهيد كام، هيكفيها ازاي، هيضيف ليها ايه، خاصه ان احنا ربنا وفقنا وقدرنا بمعونه اللجان الطبيه وفي الوزاره وهيئه التامينات الاجتماعيه والمعاشات، ان احنا نقدر نوفر كمان معاش الإصابة الوفائية بسبب الكورونا. فإحنا من واجبنا إن إحنا نضمن لأسر هؤلاء الشهداء اللي دفعوا دمهم ثمن للدفاع عن مصر كلها، إن إحنا نقف بجنبهم ونستمر في الحفاظ على حقوقهم والدفاع عنها إلى النهاية. طيب دكتور إبراهيم الزيات، عايز أسأل حضرتك عن يعني احنا لسه ما عندناش تفاصيل عن موضوع المزايا ونوع التكريم، لكن عايز اسالك النقابة العامة لأطباء مصر كيف ساندت اسر ال 407 طبيب اللي استشهدوا منذ جائحة كورونا او منذ ديسمبر حتى الان؟ يعني هو خلينا نتكلم على ان في لجان كتير جدا في النقابة اشتغلت مع بعض علشان نقدر نساعد الاسر دي في مجالات مختلفة. أولها إن النقابة العامة بتصرف 50,000 جنيه كمستحقات مالية فورية لأسر الشهيد، وخمسين ألف أخرى يعني النتيجة من اتحاد المهن الطبية، يعني الإجمالي 100,000 جنيه. كويس قوي. صحيح ورقم صغير، لكن هو دي الإمكانيات اللي نقدر نشتغل بيها، نظرا لأن إحنا NGO يعني مؤسسة غير حكومية ودخلها معروف. بالضبط كده، دي رقم واحد. رقم اثنين، تم عمل لجنة لمتابعة أسر الشهداء من اللجنة الاجتماعية في النقابة العامة. أيه. وتحديد أساميهم وطرق الاتصال بيهم. الحاجة الثالثة، أن تعمل لهم أوفرز أن الأسر الشهداء يشتركوا في مشروع العلاج الصحي في اتحاد المهن الطبية مجانا. الله. طول العمر. الله. لكل أسر الشهداء. طبعا في حاجات تانية صغيرة زي مثلا الاشتراكات المجانية في الأندية النقابية في على مستوى الجمهورية. في كمان خبر مهم جدا أصدره معالي وزير التعليم العالي بمنح دراسية مجانية لأبناء الفريق الطبي من شهداء الفريق الطبي جميعا. في كمان حضرتك المساعدة اللي عملتها النقابة بعمل تراك واضح، طريق واضح للحصول على المعاش الإصابة الوفاة الإصابية. الحاجة اللي بعد كده، في المعاش اللي كان المفروض الطبيب يحصل عليه، المعاش ده سيصرف لأسرته، المعاش النقابي سيصرف لأسرته كاملا. الحاجة الثانية، ان كل عملنا صندوق لدعم الأسر الشهداء. صحيح المبلغ اللي فيه لسه بينمو،
لكن في ان شاء الله لو وصل لمبلغ كويس هنقدر نعمل بيه دعم شهري، بس نوصل لارقام كويسه في دعم الصندوق ان شاء الله. انتوا عاملين خطوات رائعه، خليني اشكر حضرتك واقدر واسمن خطواتكم دي لدعم اخواتكم من اسر الشهداء الاطباء. لكن سؤالي الاخير في عجاله دكتور ابراهيم عن فعاليه اللقاحات اللي تم حقن الاطقم الطبيه بيها في الفتره الاخيره. هو حصل ان وزاره الصحه وفرت النوعين من اللقاحات، اللقاح الصيني ولقاح استرازينيكا. وتم توزيعهم على بعض المستشفيات والعزل الاول، ومستشفيات العزل ثم مستشفيات الصدر والحميات ثم بعض المستشفيات الجامعيه والمستشفيات العامه. ودي خطوه جيده الحقيقه، لان الاكثر عرضه من الاطباء والفريق الطبي في العموم يقدر يحصل على المصل. والوزيرة وعدت في تصريح لها قريب من يومين إن خلال آخر الشهر وأول مارس هيبقى في جرعات أخرى موجودة، لأن حضرتك عارف إن احنا عندنا كمان أطباء على المعاش وأطباء طبعاً حرين لا يعملون في وزارة الصحة. دول كلهم لازم يدخلهم في إطار الحفاظ عليهم وتوفير المصل واللقاح.